جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن تحريك السبابة في التشهد، متى يكون موضعه؟ وهل هناك مانع من أن يبقى الأصبع متحركا طوال التشهد؟ جزاكم الله خيرا. الصحيح في هذا أنه يحركه عند لفظ الجلالة، إذا جاء لفظ الجلالة في التشهد أو في الدعاء فإنه يحرك الأصبع إشارة إلى التوحيد. نعم.